السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو عندك حتتين جبنة قريش والولاد مش راضيين ياكلوهم أو عايزة تغيري فيهم شوية، يلا بينا نشوف هنعمل فيهم إيه. نعملهم شوية جبنة كريمي كده تحفة بإذن الله يعجبوكي، وتعملهم للولاد في السندوتشات، وإحنا في المدارس دلوقتي بنبقى محتاجين لأي حاجة نعملها في السندوتشات. نسمي بسم الله ونبدأ ونشوف هنعمل إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب كده الايه الكبه. بسم الله. لو عندك جبنه مثلا مكسره شويه مفرفته ممكن تلميها بقى كلها في الكبه كده وتعمليها. هنسمي بسم الله. اجي ننزل كده بيها بس هنكسرها. كسرتها كده في الكبه زي ما احنا شايفين، وهنزل عليها بقطعتين جبنه مثلثات، اي جبنه عندك اي نوع جبنه عندك انزلي بيه. هنزل عليها بشوية زيت كده بحوالي 3 معالق زيت اهو، تمام. وهاخدهم كده اضربهم عشان ايه الكبة بس ايه بعيد عن الكهرباء. هضربهم. بص حبايبي ضربتهم في الكبة بس طبعا تقال جدا اهم. انا حبيت اوريكم بس قبل ما نزود اللبن. بتنزلي باللبن كده برضو ايه 3 معالق تقريبا، شويه شويه، انا مش هحط 3 معالق كله، وهضرب واشوف قوامها ايه ونرجع تاني. اخدت كميه اللبن كلها، بقيت اللبن اهو، وضربتها برضو في الكبه. وبكده خدنا اطعم جبنه كريمي بمقادير بسيطه جدا، هي حتتين بس جبنه مثلثات وخلاص على كده. انت بقى لو عايزه تزوديها دسم، انا مش عايزاها دسمه عشان ليا ظروف خاصه، يعني ما باخدش الحاجات دسمه قوي. ممكن تحطي لها حتتين قشطه، حته قشطه يعني معلقتين كده من اللي بتطلعيها من قشطه اللبن، اللي بتطلعيها القشطه اللي بتطلعيها من اللبن، تاخدي منها معلقتين وتزودي بيها الجبنه وانت بتضربي كده. خلاص ادي بصوا الجمال اهو. ننزل الاول كده وبعدين نشيل. بصوا قوامها بتتحشى بقى بيها السندوتشات، تحفه وطعمها جميل. لقيتيها عدبه، كانت الجبنه عدبه قوي يعني، فممكن تزودي ملح. بكده عملنا احلى جبنه كريمي بمقادير بسيطه جدا. وانت لو عايزه مثلا تزودي جبنه تركي عليها، عايزه تزودي قطع مثلثات اكتر، زودي اللي يعجبك اعمليه. بس كده انا عملتها لك اقتصاديه وبسيطه جدا وتنفع قوي للسندوتشات. وكده بقى وحطيت عليها شويه حبه البركه وشويه شطه لو حبيتي، ما حبيتيش خلاص اللي هتاكلي منها بقى حطي عليها كده شويه ايه زيت زيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. كده وكلي احلى جبنه كريمي انت عاملاه في البيت وعارفه مقاديرها ايه. وبالف هنا وشفا للي هيعمل. وبكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.